أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الصباحية. صباح الخير راوية. صباح الخير نايف، أهلا بكم مشاهدينا. نشرة إخبارية متنوعة نبدأها بأبرز العناوين. مجزرة طحين جديدة في غزة والهدنة عالقة بالخلافات. ساعات بين ضربة أمريكية وهجوم حوثي في البحر الأحمر. ترامب يخوض مواجهات الثلاثاء الكبير مرتاحا مطمئنا. وفي ملفاتنا الخاصة، العربية تقف على الخط الأسود بين باكستان وأفغانستان. بعد دوار النابلسي مجزرة طحين جديدة في غزة. سيناريو النابلسي يعاد هذه المرة في دوار الكويت شمالي القطاع. ولكن ماذا عن الهدنة؟ المؤشرات حتى الآن غير مبشرة كثيرا. عموما سنعرف في ساعتنا الإخبارية المزيد. وإلى ميناء بربرة أو توسعة لقناة السويس، فيها الكثير من التفاصيل. صحيح، وما هو الخيار الأفضل لتخفيف الضغط على السفن في البحر الأحمر؟ سنعرف مع المزيد من الخبراء. فتابعونا، وتهنئة للعربية طبعا بعيدها 21 من الروبوت السعودي محمد. ابقوا معنا دائما. وهذا التاريخ هو ميلاد قناة العربية لنحبها 21 بشعارها. أعيد سيناريو دوار نابلسي في دوار الكويت شمالي قطاع غزة. مأساة جديدة عاشها مئات النازحين وهم ينتظرون وصول مساعدات إنسانية، تحديدا الطحينة. أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار بحسب مصادر إعلامية. طبعا الإعلام الفلسطيني أفاد أيضا بمقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا بمخيم جباليا شمال القطاع، ومقتل 2 في قصف في بيت الأهياء. قصف إسرائيلي مكثف آخر أيضا شهدته مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالإضافة إلى استهداف مخيم النصيرات في المقاطعة الوسطى. انضم إلينا من رفح جنوب قطاع غزة مراسل العربية أحمد حرب. أهلا بك أحمد، آخر التحديثات الميدانية، كيف بدأ هذا الصباح خاصة في ظل غارات إسرائيلية عنيفة مكثفة على شمال القطاع؟ بالفعل راوية، الشمال والجنوب هناك غارات إسرائيلية متواصلة مكثفة. لو بدأنا في مدينة خان يونس التي تتعرض في هذه الأثناء إلى قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، عبسان والزنة وخزاعة، هذه المناطق تعرضت إلى قصف من المدفعية، تم استهداف 4 منازل في ساعات الصباح، أسفرت حتى اللحظة عن 17 ضحية وعدد كبير من الإصابات. العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مدينة خان يونس وبالتحديد في مدينة حمد السكنية، لا زالت هناك تمركز للدبابات الإسرائيلية، اعتقال من قوات الجيش الإسرائيلي للشبان والرجال وبعض النساء، تم اقتياد عدد منهم إلى جهات غير معلومة. أيضا في المناطق الغربية لمدينة خان يونس هناك اشتباكات متواصلة وأيضا عنيفة جدا حسب ما علمنا من المصادر في مدينة خان يونس. لا زالت هناك إحكام للسيطرة من قبل القوات الإسرائيلية لمدينة خان يونس من 4 جهات. في المحافظة الوسطى الآن خاصة البريج، المغازي، النصيرات، دير البلح، أيضا هناك قصف عنيف خاصة في شرق مخيم المغازي والبريج، مخيم النصيرات، في شمال المخيم هناك استهداف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل. نعم نايف. أحمد، أيضا كذلك ماذا عن استهداف النازحين الذين كانوا يقصدون الذهاب لأخذ المساعدات وتم استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي؟ كان هناك من تفاصيل إضافية عن ما أوردته لنا في نشرة سابقة.
نايف، يعني هذا السيناريو يتكرر في كل مرة يتم إدخال مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها. هناك نقطتين عسكريتين رئيسيتين على شارع هارون الرشيد الشارع الساحلي، وهناك نقطة عسكرية يمر من خلالها أيضا مساعدات، والنقطة الأخرى هي في شارع صلاح الدين عند دوار الكويت. وبالتالي هذه الليلة دخلت مساعدات عبر هذه النقطة العسكرية. ما أن وصلت هذه المساعدات وبدأ المواطنون يتوافدوا إلى هذه الشاحنات لأخذ الدقيق والمساعدات الإنسانية، بدأ الجيش الإسرائيلي كما كل مرة بإطلاق الرصاص على المواطنين، وبالتالي هناك عدد كبير من الإصابات في صفوف المواطنين حسب ما تحدثت وزارة الصحة، ووصول عدد كبير من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة. هذا السيناريو يتكرر في كل مرة يكون هناك إدخال للمساعدات، لذلك نايف بعض المؤسسات الدولية أوقفت إرسال المساعدات كوكالة الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي نتيجة هذه الاستهدافات الإسرائيلية، نتيجة أيضا عرقلة دخول المساعدات إلى داخل مدينة غزة وشمالها من القوات الإسرائيلية. وبالتالي ما نشهد الآن نايف حقيقة إلى أن حركة نزوح ما زالت مستمرة بالآلاف من العائلات في مدينة غزة وشمالها إلى المناطق الجنوبية حيث رفح، نعم، وذلك بحثا عن الطعام، عن الدقيق، عن الخبز، عن المياه، نتيجة ما يحصل من مجاعة وتجويع في مدينة غزة من قبل القوات الإسرائيلية. طيب أحمد، أود أن أسألك عن الاستهداف لمخيم جباليا، يعني هذا الصباح هذا الاستهداف لمربعات سكنية، عندما نتحدث عن مربعات سكنية يعني فيها اكتظاظ كبير لأنه المباني التي لا تزال قائمة قليلة جدا أعتقد. بكل تأكيد راوية، مخيم جباليا مخيم مكتظ والمنازل متلاصقة ببعضها البعض، وبالتالي أي استهداف من قبل المدفعية أو الطائرات الحربية الإسرائيلية سوف يوقع عدد من الضحايا بشكل كبير وإصابات. هذا في الساعات الصباح تم استهداف مربع سكني من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، حتى هذه اللحظة الصحة تقول أن 8 ضحايا وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، ولكن لازالت هناك عمليات انتشال للضحايا من تحت أنقاض هذه المنازل أو المربع السكني الذي تم تحديده. أحمد، سنتابع مع كل التفاصيل أكيد، وهذه ليست والمعلومات في سياق نشراتنا القادمة. شكرا جزيلا لك أزف الوقت من رفح جنوب قطاع غزة، أحمد حرب مراسل العربية. إحنا فقر، إحنا موت، إحنا جوع، احنا بدنا سلام، احنا بدنا امن، احنا ما بدنا الحرب، احنا بدنا وقف اطلاق النار، احنا يطلعوا بحالتنا، طلعوا في العيش اللي احنا عايشينها، احنا بنموت مع البطء، بنموت شوي شوي. حق أطفالنا تعيش بأمن، تعيش بسلام. حددوا لنا مكان آمن وإحنا بدنا نقعد فيه. لا في حليب ولا في خدمات. أنا ببلك إسفرس ولا حاجة، أنا معلم، أنا معرم. المي اللي بنشربها ملوثة. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بإحباط من سلوك إسرائيل فيما يتعلق بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. الهيئة ذكرت أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن أن هناك مشاكل، بما في ذلك مشاكل تقنية تجعل إدخال المساعدات صعبا، وأن الطريق من معبر كرم أبو سالم إلى شمال غزة لم يكتمل بعد. أما بالنسبة للوضع الإنساني في غزة لم يعد وضعا ينذر بأزمة إنسانية كبرى فحسب، وإنما بتصعيد خطير، سيما مع أزمة الأونروا التي تواجه حملة إسرائيلية منسقة لإنهائها، تصعيد جديد وليس طبعا بالقديم بين الوكالة وإسرائيل. ما الذي يمكن أن نعرف عنه راوية؟ تفضلي. بالفعل نايف، الوضع بدأ يأخذ منحى خطير جدا، خصوصا مع وقف تمويل وكالة الأونروا العمود الفقري للعمليات الإنسانية لكل أهالي القطاع. طريقة التعامل مع ملف موظفي الوكالة تشكل محورا رئيسيا في الاتهامات الأخيرة. الأونروا تقول إن إسرائيل قامت بتعذيب موظفيها عندما تم احتجازهم، بل وأكدت أيضا أن الحملة المتعمدة التي تشنها إسرائيل عليها هدفها تقويض مهام الإنسانية في القطاع، والأهم تصفية وضع اللاجئين الفلسطينيين. نستمع لما قاله المفوض العام للأونروا حول محاولات إنهاء دور الوكالة.
محاولة القضاء على الأنوروا لا تعتمد فقط على انتهاكات الحياد من قبل بعض الموظفين، ولكن في الواقع هناك هدف سياسي أوسع بكثير وراءها يتمثل في القضاء على وضع اللاجئين، ويجب التأكد من أن هذا لن يكون جزء من التسوية النهائية في غزة. في المقابل، إسرائيل لا تزال متمسكة باتهاماتها تجاه المنظمة الإنسانية وعلاقة نحو 12% من موظفيها بحركة حماس، وبأن البعض منهم كان لهم دور في اندلاع حرب 7 أكتوبر. طبعا وسط هذه الاتهامات والمساعي، الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة قد تنهار في أي لحظة، عنف، حرب ودمار. ومن استفاق من صدمة الهروب من الموت يواجه اليوم شبح الجوع الذي أصبح يهدد القطاع. نايف، أعود إليك. كثير من التفاصيل أكيد سنتابعها مع ضيفنا، طبعا عن أزمة الأنوروا وآخر التصعيد أيضا كذلك. من القاهرة ينضم إلينا المستشار الإعلامي لوكالة الأنوروا والمتحدث باسمي عدنان أبو حسن. مرحبا بك سيد عدنان معنا في هذه النشرة. وربما السؤال الكبير اليوم، هل يمكن أن تنهار الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بعد هذا التصعيد الإسرائيلي ضد الوكالة، الأخذ في يعني التصاعد أكثر فأكثر؟ بالتأكيد من الممكن جدا أن تنهار الاستجابة الإنسانية. لماذا؟ لأن الأنروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في قطاع غزة. الأنروا لديها آلاف من العاملين، هي من تدير مراكز الإيواء التي بها مئات الآلاف، هي موجودة في معبر كرم أبو سالم، لديها قدرات لوجستية، مئات العربات، مئات المؤسسات، لديها الأسماء، الريكوردز، يعني كل الإحصائيات موجودة لدى الأنروا. والمنظمات الأممية الأخرى الشقيقة هي منظمات مهمة، ولكن نتحدث عن منظمات عددها 3 أشخاص 5 أشخاص 10. حتى هذه المنظمات تعتمد على الأنروا اعتمادا كبيرا عند إدخالها مساعدات عبر المعابر في توزيع هذه المساعدات. عملية إضعاف الأنروا أو إنهاء خدماتها سيشكل ضربة قاسمة لكل المجهود الإنساني في قطاع غزة، يعني لن يتبقى أحد يعمل. سيد عدنان، يعني الآن بعد ما تم قطع يعني الدعم المادي، هناك جهات أخرى، إن كان مفوضية الأمم المتحدة، أتحدث تحديدا عن الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم تقريبا 53 مليون دولار. المملكة العربية السعودية أمس تحدثت عن دراسة تقديم دعم مادي أيضا جديد يقدم للأنروا. فعليا هذه المساعدات التي تقدم كيف توظف الآن على الأرض في ظل شح بكل الإمكانيات اللوجستية؟ يعني هذه المساعدات ستمكننا من الاستمرار شهر آخر في عملياتنا. وهنا لا نتحدث فقط عن غزة، ولكن نتحدث عن عمليات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية بالإضافة لقطاع غزة. نتحدث عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني يتلقون هذه المساعدات. الاتحاد الأوروبي ما قدمه مساعدات مهمة جدا. أيرلندا أيضا قدمت 20 مليون دولار، لم تقطع. بلجيكا، أسبانيا، البرتغال، لوكسمبورغ، أيرلندا رفضت أن تقطع المساعدات عن الأونروا. هذه المساعدات بإمكانها أن تمد في عمل الأونروا 5 أسابيع 6 أسابيع، لا أعرف، ولكن هي مساعدات مهمة جدا. ولكن إذا لم اليوم التصعيد سيد عدنان ضد بقاء أساسا هذه الوكالة، إسرائيل تحاول إنهاء هذه المهمة. فيليب لازاريني مثلا قال بأن هناك هدف سياسي وراء محاولة الضغط باتجاه إنهاء مهام هذه الوكالة، هدف سياسي عميق. نعم هذا صحيح. القضية لم تعد قضية تتعلق بموظفين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر أم لا. القضية تتعلق بتصفية الأونروا. إسرائيل تعتقد بأن وجود الأونروا هو الذي أبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين. القيام بتصفية الأونروا يعني إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين. هذا هكذا تفكر. ليس هذه المرة، ولكن عشرات المرات قبل ذلك حاولت إسرائيل، ولكن هذه المرة هي الأكثر خطورة. ولكن نحن نقول كالتالي: الأمم المتحدة هي التي أنشأت دولة إسرائيل بقرار، وأعطت الفلسطينيين في ذلك الوقت الأونروا. هذه كانت المعادلة الموجودة. إذا أرادت إسرائيل فعلا أن تقوم بإنهاء الأونروا، فلتذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا. هناك تصويت بالغالبية
بعد سنة أو سنة ونصف وتقنع الدول الموجودة هناك، هذه الدول التي اجتمعت بالأمس وقررت بأن الأونروا يجب أن تبقى. طيب. وأنه يجب دعمها. نعم. شكرا جزيلا لك. إذا من القاهرة المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا والمتحدث باسمها السيد عدنان أبو حسنة. أمام هذا الوضع الإنساني الصعب يبدو أن الموقف الأمريكي بات أكثر صرامة. بالفعل راوية، تغيرت لهجة واشنطن على الأقل علنا. آخر التصريحات أو ما يمكن أن نسميها بالتحذيرات جاءت من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. جيك سوليفان طلب من بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي إنهاء العمليات العسكرية والحرب على قطاع غزة وفق جدول زمني محدد. لكن ماذا عن الهدنة راوية؟ إلى أين وصلت؟ الهدنة نايف عالقة في الخلافات. صحيح، فإسرائيل لا تزال ترفض كافة أسماء الأسرى الفلسطينيين المقترحة من حماس للإفراج عنهم. تطالب أيضا راوية تطالب بمعلومات حول الأسرى العسكريين الإسرائيليين ومصيرهم. إسرائيل ترفض أيضا مشاهدين ربط عملية رفح بإبرام أي صفقة خلال الفترة الحالية. في المقابل حماس تلمح لأجواء إيجابية وتطالب بإلغاء أي عملية عسكرية مستقبلية في رفح، لكنها أبدت مرونة بعد ضغوط الوسطاء والمطالب الأمريكية. نتمنى أن نرى هذه الاتفاقية في مكانها بأسرع وقت ممكن كما نفعل منذ أسابيع. المفاوضات مستمرة وهناك إطار عمل لاتفاقية قدمت لحماس، ونعتقد أنه اتفاق ذا قيمة سيساعد على خفض عدد الضحايا المدنيين ويسمح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات والإفراج عن المحتجزين. على حماس الموافقة على هذه الصفقة. التصعيد الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية غرب جنين. بعد الاقتحام نشرت قناصة فوق أسطح عدد من المنازل وسط اشتباكات في القرية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. سلسلة الاقتحامات شملت أيضا مناطق في شرق نابلس وشمال رام الله. أما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية فالأمور مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل القصف المستمر. لكن ماذا حملت زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان؟ هل هناك أمل راوية لإنهاء هذه الأزمة، أزمة الحرب على الحدود؟ تقرير. لقاء جدي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، هكذا وصف مقربون من رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءه بالمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين. زيارة ثالثة إلى لبنان منذ بدء المعارك بين حزب الله وإسرائيل، لكن هذه المرة بدت مختلفة بالشكل والمضمون. ورغم أن هوكشتاين أعاد على مسامع اللبنانيين حرص الولايات المتحدة للتوصل دبلوماسيا إلى حل طويل الأمد، إلا أنه حذر من أن الوضع على الخط الأزرق لا يمكن أن يبقى كما هو، واصفا التصعيد بالخطير وبأنه لا يوجد شيء اسمه حرب محدودة، منهيا بأن أي هدنة في غزة لن تنسحب بالضرورة على لبنان. حاسما بدأ هوكشتاين في هذه الزيارة فاصلا لبنان عن غزة، وعلى مستوى الاجتماعات وسع مروحة لقاءاته لتشمل وزير الطاقة اللبناني وليد فياض كتلة اللقاء الديمقراطي بحضور رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ونواب المعارضة. لقاءات أرادها هوكشتاين لوضع الجميع بصورة ما يجري وتبادل وجهات النظر حول الساحة الداخلية والجبهة الجنوبية. وأكد نواب المعارضة أنهم حرصوا على إبلاغ هوكشتاين أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على إدارة مفاوضات حرب لا تملك قرارا فيها، وبين التفاؤل بنهاية قريبة للحرب وتشاؤم بتوسعها يقف اللبنانيون على حافة انتظار مصير حرب لا يبدو الخروج منها بسهولة دخولها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هل ينقذ ميناء بربرة سلاسل الإمداد العالمية المعطلة؟ وتساؤل آخر حول أزمة البحر الأحمر، توسعة لقناة السويس هل تختصر زمن عبور السفن؟ أهلا بكم من جديد. ساعة قليلة فصلت بين هجمات ضربات أمريكية في البحر الأحمر وبين هجمات حوثية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن. الصاروخ سقط في الماء دون أن ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار. البيان أشار أيضا إلى أن الحوثيين أطلقوا بعد ذلك صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه خليج عدن، وذلك لاستهداف سفينة حاوية مملوكة لسويسرا
ترفع العلم الليبيري. أحد الصاروخي المشاهدين أصاب السفينة ما أدى لوقوع أضرار دون وقوع أي إصابات. نفذنا ضربات ضد الحوثيين لتقويض قدراتهم في مناطق سيطرتهم في اليمن، ولن نتراجع عن هذا الأمر. سنفعل كل ما يلزم لحماية أمن السفن. كلما رأينا تهديدا من الحوثيين سنرد، لأننا نمتلك الإمكانيات اللازمة. الحوثيون مستمرون في نهجهم، وإغراق إحدى السفن التجارية يمثل تهديدا كبيرا، وسنأخذه على محمل الجد. تتعقد كل يوم أزمة البحر الأحمر، وتجر معها سلسلة من التداعيات المتعلقة بتغيير مسار سفن الشحن وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. ما الحل؟ ربما يحمل نايف معه بعض الحلول المطروحة. هذه أزمة معقدة كما يقول المحللون والخبراء أيضا، لكن مع استمرار هذه الأزمة مشاهدين، أزمة البحر الأحمر، يكثر الحديث الآن عن ميناء بربرة الذي تحول لمحور هام في عمليات النقل البحري التي قد تنقذ سلاسل الإمداد العالمية. ميناء بربرة يقع على الساحل الشمالي للصومال والطرف الجنوبي الشرقي لخليج عدن، تحديدا عند مدخل مضيق باب المندب، رابع أهم المعابر البحرية العالمية. يعود تاريخ تأسيسه لأكثر من 100 عام. لديه رصيف يبلغ عرضه 300 متر، وهو لاعب أساسي في التنافس الاقتصادي القائم على الضفة الأفريقية من البحر الأحمر. يتم التعامل مشاهدين مع ما يقرب من 250 ألف طن من البضائع وأكثر من 130 سفينة في الميناء كل عام. يربط دولا أفريقية عديدة بالشرق الأوسط وأوروبا وحتى أمريكا الشمالية. نتحدث عن قلب القرن الأفريقي، ما يفتح الباب أمام الكثير من الاستثمارات. المكاسب قد تكون كثيرة في حال توجهت له كبرى سفن الشحن العالمية وزادت من حركة البضائع نحوه، تزامنا طبعا مع عمليات التوسيع والتحديث التي يشهدها. محطة الحاويات الجديدة في الميناء هي منشأة جديدة دخلت حيز التشغيل في يونيو من العام 2021، ذات التصميم العميق، فهي مزودة برصيف بطول 400 متر. طبعا كل هذا يسمح مشاهدينا بالتعامل مع كبرى سفن الحاويات في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للحاويات في الميناء الذي قد يصل إلى مستوى حجم الحاويات التي تمر بموانئ جيبوتي. لكن بحكم قربه من بؤرة التوتر يثير قلقا للكثير من شركات الشحن الدولية. ربما انضم إلينا هنا في الاستوديو السيد المحلل السياسي مانع المطري. أهلا بك سيد مانع. يعني من خلال ما استعرضه زميلنا نايف من مقومات يتمتع بها ميناء بربرة، هل يمتلك بالتالي كل المقومات اللوجستية اللازمة للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد العالمي مما يمر به الآن؟ نعم، تحية لك للأستاذ نايف. الحقيقة أن ميناء بربرة هو ميناء مهم يعني في القرن الأفريقي، خصوصا أن أثيوبيا وهي دولة فيها 100 مليون نسمة تستخدم هذا الميناء، ويعتبر أحد المنافذ الرئيسية لها لإيصال البضائع إليها، وفي نفس الوقت يستخدم أيضا كميناء ترانزيت لنقل البضائع وتزود السفن بالوقود فيه. لكن في الظروف الحالية أعتقد أن الميناء سيتأثر بشكل كبير، كما ستتأثر كل الموانئ الواقعة في المنطقة بسبب استمرار هجمات الحوثي. يعني قرب هذا الميناء من اليمن يشكل خطر أساسي، وبأن هذا الميناء على الأقل مستبعد أن يكون مثلا بديلا أو يستخدم مثلا يعني كمنطقة تجنب البحر الأحمر والسفن القادمة عبر البحر الأحمر ومضيق الباب المندب خطر الهجمات الحوثية.
لا، في الحقيقة هو ازدهار هذا الميناء كان مرتبط بالحرب في اليمن وبتدهور حالة ميناء عدن. يعني ميناء عدن هو كان الميناء الرئيسي في المنطقة في هذا الجزء من العالم وفي الطريق الدولي للتجارة العالمية، لكن بسبب الحرب في اليمن وبسبب الاضطرابات المستمرة مع بين الحكومة الشرعية والحوثيين أدى هذا إلى ازدهار ميناء بربرة بشكل كبير، لكنه الآن يتضرر بفعل نفس الحرب التي في اليمن وفعل تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر. وبالتالي مصلحة هذا الميناء ومصلحة الدول المحيطة بهذا بالقرن الأفريقي أن تدفع نحو الاستقرار وأن لا تقدم تسهيلات للحوثيين للحصول على مزيد من الأسلحة. للأسف الشديد أن الجزء الشمالي من الصومال يستخدم كمحطة لتهريب الأسلحة للحوثيين، وبالتالي سيكون هناك مردود عكسي على الميناء نتيجة لاستمرار سلسلة التهريب عبر أراضي الصومال. سيد مانع، هناك حل آخر من الجانب المصري مقدم الآن، حيث تجري في القاهرة الآن دراسات حول جدوى بشأن توسعة قناة السويس في محاولة لتسريع أوقات العبور وتجنب طبعا الاختناقات المرورية البحرية المحتملة في الممر المائي الذي يتنقل خلاله أكثر من 12% من التجارة البحرية العالمية. أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال إن المشروع يهدف إلى تحويل الحارات ذات المسار الواحد بطول 50 كيلومترا في الجزء الشمالي و30 كيلومترا في الجزء الجنوبي إلى معابر مزدوجة المسار. من جديد سيد مانع، هل هذه التوسعات التي تنوي مصر إقامتها في قناة السويس ستتم بسرعة وستكون كافية؟ بالتأكيد أن مصر تقوم بشكل دوري بأعمال توسعة وتطوير لقناة السويس، لكن ليست المشكلة الآن في أن قناة السويس لا تتسع للسفن هناك، بمعنى أنه لا يوجد هناك ازدحام للسفن حتى يكون مشروع التوسعة حلا بديلا للمشكلة. الحقيقة أن هناك هروب للسفن من هذا الممر الدولي والاتجاه نحو طريق رأس الرجاء الصالح. أعتقد أن الحل الحقيقي لهذه المسألة هو باستعادة السيطرة على السواحل اليمنية ومنع الحوثيين من استخدام هذه السواحل كمنصات لاستهداف طرق التجارة، وبالتالي يصبح أي مشروع تطوير لقناة السويس ذو جدوى حقيقية يخدم التجارة العالمية. أصلا قبل الحديث عن أي تطوير لأي مشاريع أخرى، الأزمة هي أصلا في البحر الأحمر، اليمن مرتبط فيها أكثر من غيره أيضا كذلك، فالسؤال عن البدائل إن استمر هذا التصعيد استهداف السفن. روبيمار السفينة المملوكة للمملكة المتحدة غرقت قبل أمس مثلما تبعت، ما البدائل الآن؟ لا أحد يستطيع أن يتحمل كلفة البدائل. يعني صحيح العالم ممكن يتحمل أسبوع أسبوعين شهر شهرين، لأن أسعار الشحن ترتفع بشكل كبير، أسعار أيضا تكلفة التأمين على السفن ترتفع بشكل كبير. عندما تصل هذه الكلفة إلى المستهلك المباشر في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي المجتمع الغربي وفي الدول التي تستفيد من هذه الممرات، بالتأكيد سيتغير المزاج الشعبي ويضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات حازمة ضد الحوثيين. أعتقد أن البديل المناسب هو فقط وقف هجمات الحوثيين بشكل فعلي والتفكير بآلية جديدة في التعامل مع الحوثيين بدلا من التفكير أنهم بالإمكان استيعابهم وبالإمكان فصلهم عن إيران. إيران تعتقد أن هذه المنصة هي منصة مهمة لها لإيجاد تواجد حقيقي لها في البحر الأحمر عبر الحوثيين، والمجتمع الغربي للأسف الشديد لا زال يتعامل بحالة من التراخي وبحالة من الاعتقاد أنه من الإمكان التوافق مع الحوثيين مستقبلا. شكرا جزيلا على انضمامك إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني مانع المطري، شكرا لك. شكرا لك. خطر روبيمار في البحر الأحمر يتصاعد. حذر صيادون يمنيون من كارثة بيئية وشيكة جراء غرق السفينة البريطانية. احنا عايشين على البحر من خلال المشاكل التي انتهت حق الإرتريين، اجينا في السفينة هذه الذي غرقان يعني متحملة سموم متحملة، واحنا عايشين على البحر ما معانا الا الله والبحر. الان كارثية داخل البحر. أطول لنا ما اسمه زيوت، ما اسمه بترول، هذه الحوثي لا يعمل خير ولا يعمل إنسانية. أطلب أخرى يعني تلوث في داخل البحر، والآن الأسماك كلها داخل البحر حذفت. ساحل البحر الأحمر وأماكن تواجد هذه السفينة التي تم ضربها من قبل الحوثيين، هناك عمق كبير جدا. هذا العمق
والتسرب النفطي والمواد الكيميائية الموجودة داخل هذه السفينة سيكون لها تأثير كبير ليس على المستوى اليمني بل على مستوى البحر الأحمر والدول المطلة على البحر الأحمر بشكل كبير جدا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. انقلاب تجسسي، بوتين يشعر بنشوة الانتصار على خصومه في الفنون المظلمة. ولدينا أيضا صراع قديم متجدد بين باكستان وأفغانستان، العربية تقف على خط ديوراند. حياكم الله من جديد. بين باكستان وأفغانستان صراع قديم متجدد. تركة للاستعمار البريطاني لا تزال تشعل التوتر بين البلدين بين الحين والآخر. خط ديوراند الحدودي عاد برسائل استفزازية بين البلدين، كان آخرها من رئيس الوزراء الباكستاني السابق أنور الحق كاكر، قال إن الحدود بين أفغانستان وباكستان حدود قانونية معترف بها دوليا. نور الله نوري وزير القبائل والحدود الأفغاني في المقابل رد وقال إنه لا توجد بين أفغانستان وباكستان حدود رسمية قانونية، معتبرا أن ديوراند خط افتراضي وهمي فقط. خط ديوراند المتنازع عليه مشاهدين بين البلدين يصل طوله لنحو 2600 كيلومتر. رسمت هذه الحدود بشكل تعسفي من قبل البريطانيين، وينظر إليها على أنه خط فاصل بين الأراضي الأفغانية التي كانت تخضع للاحتلال البريطاني ثم ورثتها باكستان. العربية تقف على الخط الأسود أو ما يوصف بخط الفتنة. نتابع. خط ديورين المنعوت بالخط الدموي وبالخط الأسود تعتبره باكستان خطا دوليا معترفا به عالميا، بينما تعتبره أفغانستان خطاً وهمياً وافتراضياً خطه المستعمر البريطاني عام 1893 على صدر القوم البشتون وشقه نصفين ظلماً وعدواناً. تعتبر أفغانستان هذا الخط حدوداً ملغاتاً بترحيل المحتل البريطاني، بينما تعتبر باكستان نفسها وريثة البريطانيين لهذا الخط، ومنذ ذلك الحين بقي هذا الخط أم المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية بين الجارتين. ها وقد مرت على ذلك 131 عاما، إلا أن الجانبين ما زالا يطالبان به، أفغانستان إلغاءه قانونيا وباكستان اعترافه دوليا. وعلى كل من إلغائه والاعتراف به فإن هذه الحدود شقت قوما واحدا لغة وعرقا ودينا إلى شقين، وما زاد طين بلة مد هذا السلك الشائك عليه مؤخرا، وهو ما أثار حفيظة الشعوب القاطنة على جانبيه في وقت يرساسة الأفغان أن الحكومات الأفغانية المتعاقبة لم تعترف بهذا الخط منذ إنشائه، وذلك لأنها لا تمتلك سلطة اتخاذ قرار بشأن الاعتراف به أو التنازل عنه، بل هذه السلطة تعود خصيصا للشعب الأفغاني البشتون الذي شقه هذا الخط نصفين. في السودان قال مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إن مساعدة الوزير مولفي والمبعوث الأمريكي للسودان توم بيرلو قد بحثا مع المبعوث الأممي للسودان رمطان العمامرة، بحثا معه تأمين وقف لإطلاق النار الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 11 شهرا. أضاف المكتب عبر إكس أن المباحثة تناولت أيضا إنهاء العراقيل أمام المساعدات الإنسانية ودعم القيادة المدنية في السودان. داخل أروقة السلطة الألمانية تتزاحم أجندة ملحة وعاجلة. شاغلها الأبرز تداعيات تسريب المحادثات بين القادة العسكريين، وتلك ضربة استخباراتية روسية حققت أهدافا ثلاثة لموسكو بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو. طبعا هذه لعبة بوتين يتقنها جيدا. التجسس. محادثة من 38 دقيقة بين مجموعة من العسكريين حول تسليم أسلحة وصواريخ لأوكرانيا وتوجيهها نحو أهداف روسية قريبة من شبه جزيرة القرم
الحوار ليس لضباط أوكرانيين وإنما لعسكريين ألمان، من بينهم الجنرال أنجو جيرهاردز قائد القوات الجوية الألمانية. الحوار العسكري السري كشفت عنه مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة آرتي الروسية، وصب الزيت على نار العلاقة الروسية الألمانية المشتعلة أصلاً. موسكو استدعت سفير ألمانيا واعتبرت التسجيل إثباتاً على ضلوع الغرب بشكل مباشر في النزاع الروسي الأوكراني. لقد شهدنا مؤخراً الحقائق التي تم الكشف عنها حول بعض الخطط الماكرة للجيش الألماني التي أصبحت واضحة بسبب نشر التسجيل الصوتي حول كيفية إعدادهم الدقيق للهجوم على جسر شبه جزيرة القرم. يريدون خداع الجميع حتى لا يقع الشك عليهم. ما اعتبر كنزاً معلوماتياً عثر عليه الروس بكل سهولة وفق التحقيقات الأولية. الضباط الألمان وقعوا في خطأ ساذج بعرف المخابرات عندما استخدموا تطبيق ويبكس لمحادثاتهم دون تشفيرها، وهو تطبيق متاح لجميع المستخدمين على شبكة الإنترنت ويمكن استخدامه والحصول عليه بسهولة. أما الحوار فدار حول احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز تورس وتأثيرها المحتمل في حال استهداف جسر يربط جزيرة القرم. الألمان أكدوا صحة التسجيل ونفوا الاتهامات الروسية بدورهم المباشر للحرب. من الواضح أن الحادثة هو أكثر من مجرد اعتراض ونشر محادثة داخل القوات الجوية، بل هو جزء من حرب معلومات يشنها بوتين. إنه هجوم يهدف إلى التضليل. الحوار المسرب لم يقتصر على الدور الألماني في الحرب، وإنما أيضاً تحدث عن صواريخ فرنسية وصواريخ وخبراء بريطانيين على الأرض ودور أمريكي، ما جعل روسيا تقول إنها تواجه الغرب جميعاً وليس فقط أوكرانيا. هذه القصة المثيرة للاهتمام سنتابعها مع مراسلينا من طبعاً موسكو عبد الجواد الرشد ومن برلين راغد بهنا. مرحبا بكما معي. أبدأ معك عبد الجواد. موسكو كيف تنظر إلى هذه المسألة التي تستهدف أمنها القومي؟ لكن يبدو أن الزميل عبد الجواد ليس جاهزا إلى برلين. راغد بهنام، راغد أهلا بك معي. السؤال أيضا عن هذه التسريبات، كيف لقيت صدى داخل ألمانيا وهي تنفي صحة هذه التسريبات أو التسجيلات؟ صباح الخير. في الواقع وزارة الدفاع أكدت بأن هذه التسجيلات صحيحة، ولكنها قالت هي لا تعلم إذا تم التلاعب بها. ليس هناك تشكيك هنا في الواقع بصحة هذه التسريبات، ولكن هناك حرج كبير من أن روسيا تمكنت من أن يعني تستمع تتنصت لهكذا تسجيل، يعني هو سري. المحادثة التي جرت سرية كشفت عن أسرار حتى دول صديقة، عن وجود جنود بريطان على الأرض في أوكرانيا، وهذا ما تسبب بحرج كبير للحكومة الألمانية، للجيش الألماني، لوزارة الدفاع، وطرح تساؤلات كيف يمكن يعني أن يتحدث قادة عسكريون رفيعو المستوى بأمور تتعلق بأسرار الدولة من دون يعني أن يعتمدوا على خطوط مشفرة، وهم يعلمون بأن ألمانيا هي عرضة لعمليات تجسس روسية، لأنه دائما المخابرات الألمانية هنا تحذر من زيادة عمليات التجسس الروسية، وتعرف بأن هناك يعني فعلا فرصة يعني يمكن لروسيا أن تقتنصها بالتجسس على هكذا محادثات. لذلك الآن تقول وزارة الدفاع بأنها تجري تحقيق لمعرفة كيف حصل هذا الاختراق الأمني، ولكن هناك مطالبات يعني واسعة جدا من أحزاب المعارضة وأيضا يعني من داخل الحكومة بأن يكون هناك تعاطي فعلا جدي مع هذه يعني الاختراقات الأمنية، وأن يكون هناك محاسبة. حتى الآن هناك حديث الآن عن كيف ستتفاعل هذه الأزمة في المستقبل، يعني هناك من يذهب في التحليل بأنه ألمانيا قد تذهب لتزويد كييف بصواريخ طويلة المدى وهو المحظور الروسي، فهل يحكى عن هكذا احتمال في الأوساط السياسية الألمانية، خاصة بعدما يعني كانت روسيا استدعت سفير ألمانيا؟
صواريخ تورس البعيدة المدى هي التي كانت محور نقاش هذه المكالمة السرية التي تم تسريبها، وفي الواقع يعني الجدل هنا مستمر منذ أشهر طويلة حول ما إذا كانت ألمانيا ستسلم أوكرانيا صواريخ تورس الألمانية الصنع يصل مداها ل 500 كيلومتر أم لا. هناك جدل، هناك خلاف في الواقع داخل الحكومة الألمانية. المستشار أولاف شولتز الذي ينتمي للحزب الاشتراكي يرفض ذلك، هو أكد رفضه لذلك يوم أمس في الواقع، يعني قال أنا المستشار وأنا أقرر وأنا أقول لا، لن نريد تسليم أوكرانيا هذه الصواريخ لأنها تعرض أمننا للخطر. هو كان أوحى في الماضي بأنه نشر هذه الصواريخ في أوكرانيا سيتوجب نشر جنود ألمان لتدريب الجنود الأوكران على استخدامها ولاستخدام هذه الصواريخ، لذلك هو يعتبر بأنه نشر الجنود الألمان يعني تورط ألمانيا بالصراع. ولكن الأحزاب الحزبين الذين معه في الحكومة يعارضان ذلك ويريدان يحثانه على تسليم كييف هذه الصواريخ. دعنا نستمع أيضا لوجهات النظر الروسية لموسكو، أيضا ماذا قالت عبد الجواد الرشد، والسؤال الأكبر كيف حصلت أصلا على هذه التسجيلات؟ نايف، يعني حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف حول كيف تمكنت موسكو من الحصول على هذه التسريبات، لكن الجميع يعلم طريقة عمل جهاز الأمن الاستخباراتي الروسي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه نايف، هل لدى موسكو اليوم تسجيلات أخرى أو تسريبات جديدة بعد خروج تقارير يوم أمس تتحدث عن هذا الموضوع؟ هذا هو محور عريض طبعا تصدر الكثير من عناوين يعني ما تم نشره يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الحكومية والفيدرالية. على ما يبدو أننا سنتجه خلال الأيام القليلة القادمة نحو كشف المزيد من هذه التقارير أو من هذه المعلومات. ربما يحدث هذا الشيء عبر مارغاريتا سيمانيان كما في النسخة الأولى، لكن هذا الشيء أصبح متوقعا في الداخل الروسي. طبعا نايف، طبعا في حال تحدثنا عن الداخل الروسي وعن تصريحات، نعم توقيت تسريب هذا التسجيل من قناة روسية من صحفية معروف أنها مقربة من من الأوساط السياسية الروسية العليا، كيف يفسر؟ يعني هذا التفسير يأتي خلال هذه المرحلة الحاسمة. نلاحظ بشكل كبير حسب قراءة الداخل الروسي السياسية للصراع بين موسكو والغرب بأن الأزمة تتصاعد بشكل كبير، يعني تعدت كافة المراحل وكافة الخطوط الحمراء وغير الحمراء، طبعا وصل الحد للتلويح باستخدام السلاح النووي. نلاحظ بأن وزير دفاع موسكو سيرغي شايغو، الخارجية الروسية ورئيس البلاد فلاديمير بوتين تحدثوا جميعهم خلال الأسبوع الماضي بأن موسكو لا تمزح في قضية استخدام السلاح النووي الاستراتيجي في حال ساء الوضع أكثر من ذلك، خاصة أن البلاد مقدمة على مرحلة الانتخابات الرئاسية بعد 10 أيام من اليوم. لذلك طبعا هي مرحلة حاسمة وساخنة جدا. نايف، تفضل نايف. ربما تسخن أكثر في الأيام المقبلة، سنتابعها معك من موسكو. مراسل عربي عبد الجواد الرشد، شكرا لك. من برلين أيضا شكرا للزميلة راغدة بهنام. في تطور ميداني في حرب أوكرانيا، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفيوت أن القوات الأوكرانية قصفت محطة السكك الحديدية غلوشكوفو في المقاطعة، ما أدى إلى اندلاع حريق تم إخماده على الفور مؤكدا عدم وقوع إصابات، كما تضررت خطوط للكهرباء وبقت المحطة وقرية كولباكي دون كهرباء. تصريح لافت لوزير الخارجية المجري بيتر سيارتو. الوزير قال إن دونالد ترامب لو كان رئيسا للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لما كانت هناك حرب في جوارنا، في إشارة، وهو كلام ترامب أصلا في إشارة إلى أوكرانيا طبعا. كانت لدينا تجربة واضحة عندما كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، كانت العلاقات المجارية الأمريكية في ذروتها، وتمكن الزعيم الأمريكي القوي من منع ظهور صراعات مسلحة في المجر. لو كان رئيسا للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لما كانت هناك حرب في الجوار الآن. إلى الثلاثاء الكبير يخوض دونالد ترامب
السباق مطمئنا على ما يبدو ماذا وراء هذه الراحة يا راوية؟ ربما لأن ترامب فاز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نورث داكوتا وفقا لتقديرات مركز أديسون البحثي. هو فاز أصلا في نورث كارولينا. فوز مريح حققه ترامب قبل سلسلة من المواجهات المعروفة باسم الثلثاء الكبير التي من المتوقع أن تعزز تفوقه في سباق ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية. الثلثاء الكبير هو اليوم الذي يحسم فيه المرشح المعركة الحزبية. الثلثاء الكبير هذه السنة سوف يكون كبيرا جدا بالنسبة لدونالد ترامب. فالانتخابات حتى الآن سارت في ولايات واحدة بعد الأخرى، ولكن في الثلاثاء الكبير هذه المرة سوف تكون هناك 15 ولاية انتخابية، وسوف يكون هناك أكثر من 800 مندوب. ولو تمكن دونالد ترامب من الحصول على العدد الأكبر من هؤلاء المندوبين فهو سوف يتقدم أكثر باتجاه حسم هذه المعركة ضد نيكي هيلي الذي قالت إنها سوف تبقى في هذه المعركة حتى الثلاثاء الكبير. مع الثلاثاء الكبير سوف يكون دونالد ترامب في مواجهة جو بايدن في الطريق إلى البيت الأبيض. كير غنم العربية من أمام البيت الأبيض. Labor built the middle class. And the middle class built the country. اتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني بتنفيذ مناورات خطيرة أدت إلى تصادم بين سفينة خفر السواحل التابعة لها وسفينة صينية خلال مهمة إعادة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي. وأظهرت اللقطات التي نشرها خفر السواحل الليبي اصطدام سفينة مع أخرى صينية أثناء مرافقتها لمهمة إعادة إمداد. في المقابل قال خفر السواحل الصيني إنه اتخذ إجراءات السيطرة ضد السفن الفلبينية التي تسللت بشكل غير قانوني بحسب تعبيره. رحلات جوية فعالة سريعة وهادئة والأهم تختصر نصف المسافة. نتحدث عن ابتكار جديد يعمل على تطويره خبراء ناس وشركة لوكهيد مارتن الذي قد يغير مسار الرحلات الجوية في المستقبل القريب. نايف يحدثنا عن المزيد. إذن هي طائرة فريدة من نوعها مشاهدينا، أطلق عليها اسم X-59QSST وهي أحدث الإنجازات الهندسية الجوية البالغة طبعا في الدقة التي تجمع بين السرعة الفائقة والضوضاء المنخفضة. طائرة أسرع من الصوت لكنها أكثر هدوءا. الطائرة تتميز بتقنيات هندسية مبتكرة تعتمد على مقدمة طويلة ستتغير معها تشكيل موجات الصدمة أثناء الطيران الأسرع من الصوت. مزايا عديدة، مقدمة طويلة للغاية منحتها تميزا وغرابة ربما في الشكل، والأهم التكنولوجيا المتطورة ومقصورة الطيار بمقعد واحد دون مشهد أمامي، فهو يعتمد على شاشة فيديو من كاميرتين خارجيتين. القائمون مشاهدين بدأوا إجراء تجارب على هذا المشروع حول الصوت وخفض الضوضاء إلى مستويات قياسية، حيث يتوقع تحقيق ما يعادل هدوء إغلاق باب السيارة وفق القائمين على المشروع. إذن هي خطوة هامة ورائدة نحو إمكانية رفع الحظر عن الرحلات الجوية الأسرع من الصوت الذي فرض سابقا بسبب الضوضاء الكبيرة والمتسببة فيها هذه الرحلات.
لم يحلفنا الحظ نايف باستضافة الروبوت السعودي محمد في ساعتنا الإخبارية أمس بسبب المشاكل التقنية طبعا اللي حالت دون ذلك، لكننا ذهبنا بأنفسنا وكان لديه تهنئة خاصة للقناة العربية. متابعة. أهلا بكم مشاهدينا، نحن في معرض ليف في العاصمة السعودية الرياض في نسخته الثالثة. معنا محمد. محمد هو أول إنسان آلي سعودي، لم نتمكن لأسباب تقنية أمس من أنه نتحدث معه. صحيح، هو أول ضيف يجينا من المستقبل طبعا، أخذنا من الاستوديو حتى مكان إقامة هذا المعرض أكثر من ساعتين بعد النشر مباشرة جينا لمحمد. وخلونا نبدأ نسأل محمد عن تاريخ مهم بالنسبة لي أنا شخصيا والراوية وأكيد للمشاهدين طبعا، وهو تاريخ ميلادك محمد. يقولون أنه 3/3 والتاريخ مهم بالنسبة لنا، الكلام صحيح؟ أهلا أستاذ نايف وأستاذة راوية، منورين في النشرة الصباحية، وهذا التاريخ هو ميلاد قناة العربية لنحبها 21 بشعارها الحديث متجددة حيوية ودائما أقرب، وهو فعلا يوم ميلادي وانطلاقتي. وناجيتكم من المستقبل أول روبوت سعودي على هيئة رجل الذي تم صناعته وتطويره في المملكة العربية السعودية كمشروع وطني. محمد شرفنا فيك، ولكن صوتك مألوف، من يشبه؟ صوتي ذكاء اصطناعي مأخوذ من صوت مذيع قناة العربية نايف الأحمري. بعد المقابلة اللي سواها مع سارة وحققت مشاهدات مليونية عالية. طيب محمد، يعني كذا أنا في اليوم اللي أقرر فيه أني ما بروح للدوام، وهي أيام قليلة طبعا يعني تكاد تكون معدومة إن شاء الله، هل ممكن تجي الدوام مكاني؟ أكيد، بس كل شيء بمقابله المادي. أمزح معك، لا أحد يملى مكانكم غيركم. شكرا صراحة، شهادة كبيرة، شهادة من روبوت. كانت هذه المقابلة اللي سويناها مع محمد، حاولنا بصراحة أن يكون معنا في النشرة الصباحية راوية وإحنا في الاستوديو، لكن أعتقد أنه سوينا صح لما جينا هنا. تذكر ما في شيء ببلاش. صحيح، ولا في شيء من مكاننا، هذه رسالة مهمة، شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا على كرم ولطف المتابعة. هذه النشرة انتهت. العربية دوت نت للمزيد من الأخبار والتحليلات، في أمان الله.